المشاكل التونسي في قضية الإدارية هو الصف الاكتظاظ الريزو طايح حاجة غدوة جيب مضمون نسخة بالتعريف تعريف باللمضة هذوكم الكوليكا تخلي معناتها المواطن في معركة مع الإدارة باش يثبت ذاته الساعة معناتها إذا كانت عندك قضية من إدارة تمشي تستحق الإدارة أخرى باش تمشي تاخذ منها ورقة اللي هي اللي كنت زادة مضمون وزوز تصاور ومطلب وكانت ترجع تستنى وكذا دونك العركة هذه بين المواطن والإدارة التونسية نجم نقول الهوية الرقمية نجم تكون هي الحل والعهدة لهنا لوزارة تكنولوجيا الاتصال دونك ما أنا موجود حاليا في وزارة تكنولوجيا الاتصال بجنبي السيدة المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات مدام سناء الهواري صباح النور مدام كيف الحال؟ صباح الخير وصباح الخير لكل مستمعي الإذاعة الوطنية مرحبا بك شكرا البارح عملنا دورة على المواطن التونسي سألناه على الهوية الرقمية وخاصة علاقته بالإدارة نسمعهم مع بعضنا سمعت بالهوية الرقمية؟ لا جملة أسمع لك شنية حاجة جديدة دي بازي حاجة بشي عملوها باش قلوا من الاكتظاظ في تونس هي بطاقة تعريف انت أنا فيها كل شيء انت تمشي الإدارة التونسية انت تونسي يزمك تثبت روحك اللي انت تونسي كيفاش؟ جيب لي مضمون جيب لي جنسية جيب لي بطاقة تعريف اللي هي بطاقة تعريف تلم كل شيء وعمل لي تعريف باللمضة تمشي التعريف باللمضة تشد الصف تخزر ساعة تخزر التابلو تلقيها 400 و500 واحد كموظف شو انا كموظف باش نمشي طلع ورق اكزام باش نمشي لكنا باش نمشي البلدي نعم تعرف لازمني ناخذ ترخيص ما انت عارف علاش مش غيب خاطر ونمشي عادي صباح كامل ونستنى راه في التعريف بلا ما صح ولا في الكنا فهمتني وكي تهز انت تمشي تهز بطاقه تعريف ساعات الكنا ولا ما رجعش ويطلب عليك مضمون اللي في بطاقه تعريف فيها كل شيء علاش اوراق هذه كلها علاش معناها الامور اللي تعديناها سيدي 2024 احنا تعديناها كما تعرفش الهويه بالرقميه موظف تعرفش لي ثم هويه رقميه ما فهميش من شفت الهويه الرقميه كي تدخل هبطت انت الهويه فما حاجة بعد المضمون مضمونة كهو أما تعرف باللمضة حتى كان تعدي تعطيها هذه الهوية الرقمية ما تعديش الابليكاسيون ما تعديش ما تمشي تصحح غادي وتقعد تستنى أربع سوايع حتى كان كنت موظفة فهمتني وتبطل خدمتك وتمشي تقعد أربع سوايع غادي ما تصح الحاجة الوحيدة نخدموا بها هوية رقمية مضمون أكاهو والباقي الكل ما فماش منه أنا أول ما هبطت الهوية الرقمية عملت كونت وخديت المعرف الوحيد نتاعي وجاتني هي تستعملها برقم التليفون لازم رقم التليفون نتاعك دونك جاني الكود نتاعي على التليفون اما لك الحقيقه ما استفدتش بها خاطر انا ما استحقيتش اني نجربها الحق نتاع ربي سينو هي راهي مهم جدا باش نرتاحوا منك الارجع غدوه في الادارات وشدين الصف هي انا مانيش فهمتها بالكدا الحقيقه اما حسب رايي كيما الكارت ديدونتيتي معناها تولي عندك كارت ديدونتيتي اما نوميريك وفيها لي دوني نتاعك الكل والله شفت عليها بعض المنشورات في الفيسبوك حكيت ما هي الكلام كي تدخلها لازم تدخلها بالرقم الهويه الذي رقمية ما نعرفش كيفاش ما فهمتهاش بالضبط لحد الان باش نحيو الاكتظاظ هذا شنو حسب رايك اقرب الحلول اكثر حلول الرقم مثلا كيفاش يعملوا في الرقم سمعتي بالهويه الرقميه عديت مره جيت نعدي وقتها في كونكور جيت نعديها على الابليكاسيون خطيت بقيت برشا استنيت اخي مشيت طلعتها في البيبلينيه طول بورقه هويه رقميه رانا الهويه الرقميه مشيت طول رجعت للورقه فهمت التونسي ما عندوش ثقه في الاداره والاداره اليوم في حد ذاتها ماهيش هي ما تحبش تعطي ثقه في المواطن ولا كذا ولكن ليس لها امكانيات باش تعاود تبني ثقه مع المواطن لازمنا نفكروا كيفاش نوفر امكانيات الاداره باش تبني ثقه هذه الهويه الرقميه عشان تحط على الطريق احد الاليات لبناء الثقه هذه تم اللي عنده هوية رقمية فعلا ما عندوش أنا شخصيا الحمد لله ما عملت هوية رقمية والحق ما عملت البارح عملت هوية رقمية ربما معناتها عموما المواطن في عركته مع الإدارة من البلدية للكنام للستيك للصونات الفاتورات اللي بشي يخلصهم التعريف بالأمضى الهوية الرقمية في حد ذاتها مش عارف اللي هي هويته اللي هو إمضاءه وهو بشي يولي موحد وهذه معطياتي أنا حسنا شخصيا معناتها ما زلت مشني عارف مليح في الموضوع دونك نحبوا نعرفوا أكثر دونك كنت قدم لنا شنو الخدمات اللي تقدمها الهوية الرقمية باش نجم نخدم خدمة شكرا لكم دونك احنا اليوم نحب نفسروا شنية الهوية الرقمية هذه قبل ما نمشيوا للخدمات احنا اليوم في اطار تبسيط الخدمات الادارية في اطار تسهيل حياة العام المواطن باش ما يبداش يقعد يمشي للإدارات وكل ويتعطل وهذا معقول على الاخر دونك اليوم كوزارة تكنولوجيا الاتصال اطلقنا خدمة الهوية الرقمية اللي هي المفتاح الامن والموحد للنفاذ الخدمات الادارية شو معناتها اليوم في عوض المواطن باش لازمنا نتاكدوا من هويته باش نقدموا له
الخدمة على الخط باش نأكدوا من هويته، يتحصل على هويته نسهلوا له، ما عادش يقعد يحفظ برشا لوجين وماتباس، ما يمدش في كل خدمة يزمه يعمل الكونت ويحفظ كلمة العبور ويعمل اللوجين وكل شيء. دونك احنا قلنا في عوضة يبدأ عنده 20,000 لوجين وماتباس وسيدي بلاس، كل مرة الإدارة باش يتحصل على هاللوجين وماتباس، احنا هو يدخل على موقع موبايل دي بوانتيين يتحصل على هويته مرة بركان، تأكدوا من هويته عند المشغل الاتصالات بالنسبة للتونسيين اللي بالداخل وإلا عند عبد موعد افتراضي بالنسبة للتونسيين بالخارج. اليوم تونسي يتحصل على هويته توا باش يستعملها في الخدمات الإدارية. اللي يسمع فينا كيفاش يحب يعمل توا هوية رقمية شاء الله؟ يدخل الموقع موبيل تيري اي دي بوانتيين يعمل الطلب نتاع الهوية نتاعو، شنو المعطيات اللي حشنا بهم عنده، رقم بطاقة التعريف نتاعو وتاريخ ولادته والرقم الهاتف نتاعو اكاهو. دونك هذوما ثلاثة معطيات، واحنا عبر قاعة البيانات المعرف الوحيد المواطن نجيبوا له معطياته الكل، الاسم اللقب هذوك كل معطيات عندنا موجودين في قاعة البيانات. وبعد هيك شي يجي نعملوا له المعرف الرقمي نتاعو ونقولوا له امشي باش تاكد بهويتك مره بركه، يتنقل مشغل اتصالات التابع للرقم الهاتف اللي عمل به تسجيل تاع الهويه اي بوتيك، يهز بطاقه تعريف اي اجنس، يهز بطاقه تعريف ويقول راني هو المعرف الرقمي نتاعي، حكايه ما تفوتش دقيقتين، نتاكدوا من هويته ويجيه الكود بين. احنا يعني اليوم باش شنو الهويه باش متكون بك اللوجين هذاك المعرف الرقمي والكود بين هذاك الرقم الرمز السري. الرمز السري هذاك اللي خديته وين باش يوحد لي الخدمات الكل كما نقولوا باش نمشي المضمون مثلا كيفاش اول خدمات. احنا من وقت من 3 اوت وقت بدينا في التجربه من الاول نتاع الهويه خرجنا للهويه مع بوابه المواطن اللي تقدم خدمه الاولى اللي هي مضمون الالكتروني. اليوم مواطن نجم يتحصل على مضمونه اللي فيه الختم الالكتروني، يعني هذا ياكد موثوقيه الوثيقه هذه، عنده نفس الصبغه القانونيه كيف وكيف المضمون اللي تجبده من بلديه، ما يسحق تضيف عليه حتى شيء، معترف به من الادارات. دونك اليوم ينجم يتحصل على المضمون نتاعه والمضمون نتاع اولاده عبر بوابه المواطن. بعديك شنو هما الخدمه الثانيه اللي مشينا فيها اللي هي العنوان البريد الالكتروني. اليوم المواطن باش يبدا عنده ان كونت ميساجري يحكي فيه مع الادارات على الخط، عملنا له الايميل نتاعه اللي هو البريد الالكتروني ايباريد. بعديك خدمنا على احنا اليوم وين يدخل باش يعمل ايميل هذا؟ هذه على بوابه المواطن، هذوما الملول قائمه الخدمات اللي باش نحكي لك عليهم كلهم متوفرين عبر اي بوابه بوانتيان. هذه بوابه المواطن فيها المضمون فيها البريد الالكتروني تفعيل البريد الالكتروني فيها المحفظه. اليوم باش تقوم عمليه الدفع الالكتروني نتاعك باش تخلص فواتيرك باش تقوم اي عمليه دفع تنجم، ما انك انت عندك هويه نعطيوك المحفظه الالكترونيه والا البطاقه الالكترونيه. هذو ماشي حساب بنكي هذا معناتها مثلا باش نخلص فاتوره ستيك احنا ولا فاتوره سونيد باش ما نبقاش ناخذش ترخيص من عند عارف نمشي نشد الصف ونبقى اربع سوايع وكذا، نجم نخلص اونلاين وما عنديش كونت بنكير كيفاش نعمل؟ دونك انت عندك هويه نعطيوك الامكانيه باش تحصل على هالمحفظه الالكترونيه هذيا تصب فيها تشارجيها، يا اما كان انت مع كما انت الكام تاعك قلت لي ما عندكش بطاقه يعني حساب بنكي، عندنا دي كارت دو ريشارج تبيع فيهم البوسطه فيهم فلوس كما الكارت ريشارج نتاع لي زوبيراتور تيليكوم. دونك تاخذ الكارت دو ريشارج هذيك وتشارجي بها المحفظه الالكترونيه وتقوم بعمليه الخلاص نتاعك من غير تقعد تحول حتى بلاصه. حتى انت اليوم احنا شنو هي في اطار ادماج المالي للتوانسه، دونك قلنا اللي ما عندوش حساب بنكي ولا حساب بريدي هاكا عنده هويه رقميه نعطيوها المحفظه شارجيها ويستعملها في عمليه الخلاص الالكتروني. دونك هذه بعد هذه الثلث خدمه هذه خدمنا على البيع على يعني ابرام عقود بيع على الخط. هذه الخدمه شو استعملنا فيها؟ استعملنا الامضاء الالكتروني. نحب نذكر الهويه الرقميه اليوم انت ما عندك معرف الرقمي والرقم السري وراها اش ثم ثم شهاده مصادقه الكترونيه، يعني ثم شهاده امضاء الكتروني عندك انت كمواطن يعني تحصل على هويتك تمكنك بالقيام بالامضاء الالكتروني. تعريف باللمضه باش نبيع كرهبتي انا لشكون؟ عاود نمشي نشد الصف البلديه باش نعمل تعريف باللمضه نجم ندخل الموقع هذا. دونك تدخل موقع ايباويبه تختار العربه اللي باش تشريها ولا باش تبيعها، تدخل البيانات جست على عمليه البيان قاش باش تخلص وكاش باش تخلص، لكن العربه
كلها المعطيات للعربة تجي بالتبادل الإلكتروني مع مع قاعدة البيانات نتاع وكالة النقل البري. دونك احنا اليوم بالترابط البيني، دونك هذه آلية كما آلية الهوية، ثم آلية الترابط البيني تمكنك من التبادل الإلكتروني للبيانات بين النظم المعلومات. استعملناها باش المواطن ما يقعدش حير شنو المعطيات اللي تخص عربته هو كبائع وكمشتري، يبدا عنده ثقة اللي ذيك العربة هذوك المعطيات الصحيحة جات مع عند النظام معلوماتي للوكالة النقل البري. هذه لازم نهار نجربوها. دونك عملية البيع وقت هو بدا عملية البيع ولا الشراء كلها تصير على الخط، يدخل المعطيات اللي لازمته يوافق على الشراء والبيع، يعني المشتري والبائع كل واحد فيهم يدخل بيان سيغ بالهوية الرقمية نتاعو، يقوم بإمضاء العقد إلكترونيا، وهذا العقد يمشي ديريكتومون للنظام معلوماتي لوكالة النقل. يعني اليوم غير سيرفيس دو مين، شفت يعني انت عملية البيع صارت انستانيمون على الاونلاين وتمشي للوكالة تاخذ جزء البطاقة الرمادية الجديدة نتاعك. يعني نجربوها هذه، لازم نجربوها، نجربوها مرة معناتها تشوفوها على عينينا المسمى. والخدمة هذه كان ما كانت ممكنة كان بكل امضاء الكتروني، يعني اليوم انت على موقع بوابة تدخل تمضي الكترونيا اي وثيقة تحب عليها باستعمال هويتك الرقمية. وهذه موجودة الخدمة؟ موجودة من هذه من يعني من وقت تم اطلاق الخدمة حطينا عملية يعني تعمل امضاء انت اي وثيقة. بالنسبة لعقود بيع العربية اليوم وصلنا اكثر من 20 عقد تم يعني ابرامه على الخط باستعمال الهوية الرقمية على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية هذا بين اللي تونسي مازال ما يعرفش معناتها 20 عقد على مستوى الجمهورية. اما ثم اقبال على الخدمة هذه. كيف اليوم تم استعمال الهوية في خدمات اخرى في مدرستي تبع وزارة التربية. دونك اليوم بعد البوابة المواطن فيها مجموعة الخدمات اللي حكينا فيهم، وفما سجلني زادة كيف باش تسجل الهاتف نتاعك ما غير تقعد هاو تعمل فيك يعني بطريقة سهلة على الاخر تسجل الهاتف نتاعك. دونك بعد بوابة المواطن انتقلنا لادماج الهوية الخدمات الإدارية الأخرى اليوم. وزارة التربية في مدرستي اليوم كوالي تدخل فضاء متاع متابعة يعني سكولاريتي متاع ولدك وباستعمال هويتك الرقمية. اليوم في الإكناء ما غير تقعد تعمل في تسجيل وتتنقل الإكناء باش تاخذ المودباس متاعك، عندك هوية متاعك ديريكت يتم تسجيلك ويعطيوك الفضاء متاعك تتبع وتستعمله للخدمات الإدارية المقدمة من الإكناء الكل. كيف اليوم مع اتصالات تونس تم يعني وضع الهوية في إسباس ميتيتي باش تتبع الخدمات متاعك. كيف مع شؤون العقارية اليوم في عوض انت تقعد فورميلير فيه قدش من بيان تدخل فيهم باستعمال هويتك اون ريكوبير ديريكتومون المعطيات هذوك كل ويتحطوا قدامك، يعني بيانات صحيحة يسهلوا عليك انت كمواطن ما تقعدش تدخل فيهم وديريكتومون تاخذ الخدمة متاعك. وتم يعني تو حتى كيف ما قاعدين نخدموا على إدراجها في عدة خدمات أخرى. خاطر احنا شنو الهدف؟ احنا آلية الهوية الرقمية هذه حطيناها كمفتاح آمن موحد للولوج الخدمات الإدارية الكل. حطيناها جربناها في البوابة، عملنا بها الإمضاء الإلكتروني، عملنا بها الخدمات الموجودة في البوابة، واليوم حطيناها على ذمة الوزارات الكل. خاطر الهدف أنها هي تولي هي الآلية الوحيدة لاستعمالها من المواطنين الكل. يعني اليوم احنا في جوا 2024 بنسبة على 100% قداش من الإدارة التونسية من وزارة مثلا دخلت الكل في كل ولا مازال بعض الوزارات؟ لا بدينا احنا خطر بالمرحلية. احنا من الأول صحيح طلقنا خدمة الهوية، بعد خدمنا على الإمضاء الإلكتروني، على العقد البيع، على الإشعارات، على المعلة 3T، خدمنا مع التربية مع الكنام، واليوم حالين الباب للوزارات الكل باش هي تدمج. يعني خطر احنا دورنا كوزارة التكنولوجيات نحطوا هالآلية هذه، حطينا آلية الهوية، حطينا آلية الترابط البيني، حطينا آلية الإمضاء الإلكتروني ومصادقة إلكترونية، وبعديك اش يبقى لهم هما يعني حاجه تخصهم هما انهم احنا سهلنا لهم العمليه. يعني سهل انك تدمج الهويه في فضائك انت الخاص، لكن اليوم العمل يعني موكول لهم ومنشور السيد رئيس الحكومه اللي اصدر في فيفري 2024 هو دعاهم باش يعتمدوا الهويه الرقميه في الخدمات الالكترونيه الكل. دونك اليوم العمل بالمرحله بشوي بشوي قاعدين نوصلوا لاكثر عدد ان شاء الله من الادارات. ان شاء الله من هوني العام الجاي تكون الوزارات الكل في الجمهوريه التونسيه في الادارات الكل. ان شاء الله المواطن عاش يشوف الصف زاده في الادارات. والف شكر لكم على المجهود. شكرا.